السلام عليكم. هاجر زاي لاعبة ديال الكرة الحديدية بعصبة تنسيب سود نادي كوبان. كنت شاهدوا الآن مشاركة كثيفة ديال النساء في الكرة الحديدية، واش هذا يكون نجاح في المستقبل إن شاء الله في الكرة الحديدية؟ كنت شاهدوا دابا العدد المشاركة مكتفة ديال النساء في الكرة الحديدية، واش هذا إقبال؟ بالعكس ما كايناش مشاركه، كنتاسفوا لانه كانوا لي دام غاديين في واحد النيفو، كانوا وصلوا حتى تقريبا حتى 16 تريبلات. دابا لحد الساعه نزل النيفو ولات 8 ديال لي تريبلات. البنات ربما لي دام العنصر النسوي باقي ما كنشجعوش، باقي خاص بزاف باش نشجعوا العنصر النسوي، لعب خاص بزاف. وشنو هي المشاكل اللي كتعيشها الكره الحديديه في المغرب؟ والكرة الحديدية النسوية بقى كتعاني مشكل ديال الذكورية، كنتجهوا العنصر الذكري لتورنوا ديال الرجال وتشجيع العنصر ديال الرجال. العنصر ديال الضام عندنا 3 ديال لتورنوا في العام، باركونت الرجال عندهم لتورنوا على طول العام، جميع العصب كينضموا كل نهاية أسبوع تورنوا. باركونت الضام عندنا بطولة المغرب، كأس العرش، الماستر. وشنو اللي كطالبوا به نتوما كعنصر نسوي في الكرة الحديدية؟ كنطلبوا يتحيد هذا الحيف، هذا راه حيف وهذا ما كيشجعش العنصر النسوي، ونتمناو تضافر الجهود باش لاعبات ومسؤولين ديال النوادي ومسؤولين على العصاب ومسؤولين على الجامعه باش ممكن نحققوا الهدف ديال نوصلوا 20 تريبلات واكثر ان شاء الله. بالنسبه لكم نتوما تحملتوا عناء السفر من الملال، واش كان دعم من الجامعه الملكيه للكره الحديديه؟ لحد الساعه ما كاين حتى دعم. الدعم اللي كنتلقاوه ربما من العصبه، ما عرفتش بالنسبه للجامعه الدعم ديالها هي تنظيم، يمكن السهر على تنظيم التورنوا ديال كاس العرش. افارسا ما كاينش تشجيع العنصر النسوي، ربما حنا كاينين بنات اللي جاوا ديبلاسين من جيبهم، واش النادي اللي غادي يتكلف بالديبلاسمون ولا العصبه ولا الجامعه؟ تنظن باقي ما فراسيش. الكلمة الأخيرة بهذه المناسبة. الكلمة الأخيرة خويا بالتوفيق بعدا لهذه المدينة، للرياضة بصفة عامة، جميع لي ديسيبلين، الكرة الحديدية خاصة، العنصر النسوي الدرجة الأولى والعنصر الذكري، والله يوفق. شكرا. لقد حظي نادي الحرية الكرة الحديدية المحمدية بشرف تنظيم كأس العرش المجيدة، وذلك من طرف الجامعة الملكية المغربية للكرة الحديدية وعصبة الجوية. ويدخل الجامعة جرة العادة أن تحتفل كل سنة بعيد العرش المجيد كجميع المغاربة، فهي تساهم في احتفالات المغاربة بعيد العرش المجيد، ولهذا تنظم كل سنة كأس العرش في هذه المدة المتراوحة ما بين يوليوز وأغسطس. والنادي له حظي بهذا الشرف الكبير، والحمد لله
مرت ظروف جيدة، مرت تنظيم وكذلك الإعداد والتهيئة بظروف جيدة بمساعدة السلطات المحلية وكذلك المجلس البلدي وجميع الإخوان الذين ساهموا، سواء المكتب المسير للنادي أو السلطات على مستوى المقاطعة الخامسة. الحمد لله اللاعبين مرتاحين وكذلك رئيس الجامعة أصبح عنده ارتياحا كبيرا لقوة التنظيم، وكذلك التنظيم جيد والمحكم لهذه المناسبة الغالية عند جميع المغاربة. هل تم توفير الجو المناسب للفرق المشاركة اللي أتت من جميع أرض الوطن؟ النادي عمل ما في جهده. في الحقيقة هناك أزمات المبيت محمدية، لم نتمكن من إيجاد المبيت، سواء طرقنا جميع الأبواب، بحثنا في جميع المخيمات، كانت هناك صعوبة، اكتفينا بكراء بعض الشقق للضرورة كالنساء البارحة، وفرنا لهم الإيواء بالنسبة للنساء اللي جاوا من طنجة ومن بني ملال وكذلك من فاس وكذا، وفرنا لهم. والليلة سنوفر مبيت للاعبين الذين يتأهلون لمنافسة كأس العرش. بسم الله. الأخ كاتب عبد المجيد كيمثل نادي الفجر الحسني للكرة الحديدية. في الحقيقة تظاهرة ديجا في الأول ديالها على أحسن ما يرام، اللاعبين أجود لاعبين اللي موجودين في المغرب على الصعيد الوطني موجودين هنايا. التظاهرة غتكون فيها واحد شوية ديال التنافسية، وغيكونوا لعابة في المستوى اللي كاينين حاضرين، غادي غيمثلوا أحسن تمثيل للكرة الحديدية المغربية إن شاء الله. زكريا مولاي من مراكش. انا تمثل مدينه مراكش وجينا هنا لهذا التظاهره ديال كاس العرش، وان شاء الله نتمنوا نحققوا نتيجه ايجابيه. وبالنسبه لنسبه التنظيم، هو التنظيم في مستوى زعما الراقي، وبالنسبه للعابه من اجود اللعابه اللي كاينين في الصعيد الوطني لحقوا انجازات دوليه، وتنتمنوا ان شاء الله يجوز ان شاء الله في احسن ما يرام ان شاء الله. كيفاش كتشوف كره حديديه بمدينه مراكش؟ ان شاء الله كره حديديه في مراكش غادي ان شاء الله في واحد التقدم اللي هو مزيان، وتنتمنوا ان شاء الله من الناس ان شاء الله من الانديه المراكشيه باش تحاول تساعد اللعابه باش يكونوا في واحد المستوى اللي هو لائق بالكره الحديديه في الصعيد الوطني. هناك تشجيع من الناس المسؤولين بمدينه مراكش لهذه اللعبه؟ ايوا، تنتمنى من الناس المسؤولين، بالنسبه للناس العمال، الناس الولاة ديال مدينه مراكش، الناس المجالس الجماعيه، يحاولوا يدعموا الانديه ديال مدينه مراكش ويحاولوا يدعموهم، لانه هذه اللعبه تبغي واحد شويه ديال الدعم معنوي ومادي باش يمكن البلاد ينتقل من مدن الى اخرى. السلام عليكم، انا تنمثل مدينه قنيطره، وحاليا حنا منتقلين للجديده، وجيت باش نشاهد هنا ونلعب شويه. كيفاش كتشوفي المستقبل ديال الكره الحديديه النسويه في المغرب؟ الحمد لله، ولات في ازدهار، ولاو البنات متشجعين تيمشيو يلعبوا، كاين تتلقى الام وبنتها بحال دابا اليوم، كاينين اسره جايه داخله لعبه، كاينين تيجيو فاميليا، كلشي زعما ما كاينش مشكل بالنسبه للكره المغرب. في المغرب ولات الكره الحديديه ما عندهاش مشكل بالنسبه بنات ولا دراري. قبيله كنا خدينا واحد الحوار مع عند واحد اللاعب من الملال، وقلت لك بان الكره الحديديه النسويه كتعيش عديد من المشاكل، نبغوا نعرفوا المشاكل. وي، كاع الرياضه اللي في كاين المغرب ديما تتعرض لواحد العراقيل، يا ماديه يا معنويه يا بزاف الحاجات، يا تيكون المواصلات، تيكون الكلوب بعيد، ملي تيسالي اللعب الا ما كانش مواصلات البنات ما تلقاو مشكل باش يركبوا، فهمتي؟ هاد الامور خص الجامعه تطرق ليها. بحال تمشي تلعب في شي مدينه وكل واحد يهز ويزيد، راه البنات تيتكرفصوا، اما بالنسبه للراجل ما عندوش مشكل، راه تيكون داير مع صحابه وداير هكا ويمشيو في الطوموبيل بعضياتهم، ولكن البنات ماشي كلهم عندهم لا مويان ترونسبور. بالنسبه للجمعيه اللي كتكون منظمه هاد الدوري، واش ما كتكونش مثلا كالمبيت لا تساهم؟
كاع الانشطه اللي تنشاركوا تيساهموا تيعطيو مثلا تكون ديور الشباب تيعطيو فين ينعسوا تيعطيوهم تتكون الماكله تكون هكا بالنسبه لهذا الشيء ما كاينش مشكل فين ما مشينا تيكون هذا التطوع الناس تيطوعوا تيساعدوا. وشنو هما اللي كطالبوا به نتوما كلاعبين الكره الحديديه؟ كلاعبين كره حديديه تنتمناو من هنا لقدام ان شاء الله جيلنا او جيل اللي غيجي من قبل يلقى له موين باش يبقى من ترونسبور من يمشي لبلاد لبلاد ما تبقاش تلاح ما بين طاكسي لطاكسي ما تبقاش ما تلقاش ملي يروح الليل هكا ما تبقاش تلقى مشكل في الرجوع. كاين اللي تلقى مشكل انا بحال انا وقع لي مشكل هذه دابا شي عام كنت سالت بطوله بحال هكا كنا في اسفي وترونسبور بعيد عليا كل شيء ركب وزاد انا بقيت بوحدي الوغ تكرفص ديك العشيه كنت لدرجه قلت عمرني ما نجي مازال لعب ولكن غد ليه صبحت فرحانه ومشيت مره اخرى للكلوب حيت تشتاق دائما للكلوب تشتاق لصحابك تيوليو عندك بحال خوتك خصك تشوفهم خصك تمشي تلعب معاهم صافي هذا هو كنت نتمنى ما يتكررش انا راشده معليش ارتصامات ديالي يعني نيابه على اثرتها النفسي ونيابه على الفريق اصدقاء ديالي لن أكون إلا سعيدا بهذا الفوز طبيعة الحال اللي تحقق لنا في 2013 وسبق أننا كنا وصيفي أبطال ديال كأس العرش لمدة لأربع سنوات وهذا ليس بالسهل طبيعة الحال سنكون سعداء وسعداء بالفعل وخاصة سعداء بالنادي اللي كنتمي له لأن النهاية لعبناها بسميتو بفريقين ينتميان لنفس النادي. بالنسبة للبطولة واش كانت في جو ريادي وخوي؟ بطبيعة الحال الأجواء الرياضية لكأس العرش هذه السنة داز أجواء رياضية كانت تنافسية لم نسجل يعني أي خروقات ولم نسجل يعني أي شيء يمكن أن يسوء لهذا الرياضة بطبيعة الحال هذه الرياضة ولا عندها باع كبير داخل المغرب على المستوى الوطني بطبيعة الحال المغرب مغربي الله نظم أو انتهى بتنظيم الكأس الإفريقية وربما شاهدتها وفاز بالكأس الإفريقية وهذا شرف كبير وهذه الرياضة إن شاء الله شدت الطريق ديالها الصحيح ونتمنى أنها تزيد العجلة ديالها القدام. بالنسبة لهذه المنافسة واش كانت شي منافسة شرسة من بعض الأبطال المشاركين في هذا الدوري هذا؟ هاد التظاهرة الرياضية اليوم كأس العرش 2013 يعني شهدات مشاركة ديال أغلب لم أقل كل الأندية المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية للكرة الحديدية الجامعة الملكية المغربية للكرة الحديدية أغلب النوادي المنتمية يعني على المستوى الوطني أظن أنها 280 ثلاثية وهذا ليس بالسهل. بطبيعة الحال لقينا مجموعة ديال المباريات اللي كنا يعني لقينا فيها يعني منافسة شرسة من اللاعبين وشهدت تظاهرة بطبيعة الحال مشاركة ديال